تشوفوا اللقطة ما راح تتوقعون وراح تعرفون إن شاء الله اللقطة اللي راح نحطها الحين. هذا ملي في المسألة. الله يحفظك حبيبي. الله والله فلة شقة أبوي. مدرسينك ها مدرسينك. لا تلومه يا ابوك لا تلومه. امك متلسه يا ابو حصان. اهلا اهلا خالتي شلونك؟ انا اسمي سميره. لا انت خالتي. صدق حمد بكلامه سامحوه. شوف ترى انا زعول والله العظيم انا كله في البيت يقولون انت زعول. سامحوه.